من ضمن الأسئلة عاوز أسأل سؤال، هل تربية أفضل أم آداب؟ عشان أنا مش بحب التدريس أوي، فهل في شغل تاني غير التدريس ولا علشان أضيع مجموعة؟ عارف إن مفيش حد بيفكر كده، بس أنا حباه كده شوية بس خايف أتدبس. نصيحتي بالنسبة لي تربية، لو أنت وأنتي مش حابة مجال التدريس، مش حابب مجال التدريس، هيبقى وجودك في كلية التربية خطأ. طب انت عاوز تدخل مجال تاني بخلاف التدريس، فلا، هشوف بقى كلية اداب، شوف كليات اخرى. ولكن كلية التربية عادة اللي بيدخلها بيبقى عاوز يشتغل في مهنة التدريس وليست اي مهنة اخرى. ممكن في ناس على فكرة خريجين كلية التربية وبيشتغلوا في مجالات الاتش ار والماركتنج وبيشتغلوا في الادارة وبيشتغلوا في حاجات كتيرة، ولكن عادة اللي بيشتغل في مهنة التدريس. وما دام انت قلتي كده انا مش حابة التدريس، يبقى من الافضل ان احنا ندخل كلية الاداب. فكرة ان انا بستخسر مجموعي وضيع مجموعي، الكلام ده مش افضل حاجة، مش افضل تفكير، لان انت داخلة كلية متخصصة في التدريس، فالافضل ان احنا نترك هذا الجانب. وبالتوفيق بإذن الله.